هذا وتتواصل النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه والتي تستمر حتى 17 من أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامنا مع استضافة مصر لأسبوع المياه الأفريقية. تعد هذه النسخة تحت عنوان المياه والمناخ، بناء مجتمعات قادرة على الصمود، لمناقشة حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة والتحديات التي تواجه المياه، بمشاركة أكثر من 30 منظمة وكيانا متخصصا في موارد المياه، وذلك لتبادل الرؤى وتجارب الدول في الاستراتيجيات المبتكرة والحلول العلمية لإدارة الموارد المائية.